ويا الحبيب افرح قلبي. يا ربي يا ربي، هلا هيك كل ما بدي ساوي رز بدي نزل هالطنجرة هالثانية هي وعاد حط فيها رز زك عاد يشيلها مي ويلا بقى وعاد يلزق الرز. والله العظيم قرفت من هالعشاء. طلع رز مخي. شو بدها شو بدها؟ قرقتيني. لوين بدك توصلي؟ شو اللي بدك اياه؟ حبيبي انا بدي ميكروويف. ايه شو تفضلتي؟ ميكروويف؟ بدي ميكروويف، يعني بالميكروويف حبيبي بنحط جات الريس وبتطلع لك الرزه برزتك. لك يا بنت الناس علي الحلال لو معي مصاري لاجيب لك المصباح، بس ما معي ما معي. حبيبي ايش رايك ناخذه بالتقسيط؟ شلون شلون؟ ومين بده يقصي؟ عرفته ابو سعيد صاحب الوكاله اللي ورانا؟ ايه ايه هذا منهج ما غيره؟ هذا هو بذاته السئيل؟ ما بعرف اذا سئيل ولا لا، المهم انا مرقت لعنده امبارح ووافق انه يقسط لنا. ايوه وقديش حقه؟ هلا هو قال لي حقه اذا بدك تدفع حقه كاش بتدفع 17,000 واذا بدك تاخذيه بالتقسيط بتدفع 20,000 والباقي بقسط لك اياه على شهرين. يا سلام يا سلام، ايش اذا هيك شو عليه؟ اتكلنا على الله. يعني موافق؟ لك ايه اتكلنا على الله. يا علي الحلال هذا الزلمه هيك قلبه لله قلبه لله. شو قالت هي 17؟ هلا اذا قلنا هو 17 بعدين قالت انه نقص منه 20. لك ايه هي ال 20 اذا قلنا بضل معنا قد ايه؟ بضل معنا 3000. هي 3 وصفر صفر صفر صار 3. شو بيعطينا؟ يا سيدي بيعطينا اذا قلنا الله خلينا اياك يا ابو سعيد قسما بالله ظريف هذا الزلمه. اي والله هات لنجلي فيهم هدول. يا عيني عليك يا ابو سعيد الله خلينا.